الخبر الاولي عاد عن نهايه مشكله ريدر ومملكه القصص. راح نرجع نذكركم بالقصص اللي صارت. المختصر طلعنا ثلاثه بلايف مباشر على الانستغرام واعتذرنا بالبعض وصالحنا، والحمد لله انشالت استرايكات على القناه وحاليا ما بها اي شيء، ولكن طبعا حاب اشكر كل شخص وقف وياي ودعمني بهاي الحمله. طبعا ما اعرف اللي صار، فشوفوا اخر ثلاث مقاطع نزلت بالقناه عموما تفهموا الفكره بالكامل. طبعا حاب اوضح شيء بسيط يا حبايب، انه هذول الاشخاص اساسا ما يقدرون يضربوني استرايكات، يا ابن هذول الاشخاص انا ما اخذ محتوى من قناتهم، فراح تحسسني انه هذول الاشخاص مكرمين علي وما معطيني استرايكات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هي نيرمين، فنيرمين نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات ورجع بهذه الصوره اللي من خلالها انه باكر راح تنزل مقطع على الساعه 4 على قناه الجلادين اللي بيها قمر مار ويا رمار، فمن الواضح انه راح يكون تحدي قوي شكل عقابهم ناري. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد جواني، فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات على من خلالها انه راح يجهز مفاجات ومقاطع راح تنزل لنا باكر ويا مريم، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع منه متحمسين اكثر بمحمد جواني وفريق نور مار. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على انس وبيسان اسماعيل، بما يعرف شنو اللي صاير، بيسان وانس طلعوا بلايف مباشر على الانستغرام، هذا اللايف واحد من المتابعين سالهم ليش ما تصورون ويا نارين بيوتي؟ فردوا عليه انه احنا حاليا ما نلتقي بها وان هي مو بدبي، فلهذا ما نصور وياها، راح اعطيكم جزء من اللايف شوفوا عم تتاكدون. اكيد يعني مشان هيك ما عم نقدر نلتقي، وهلا هي يعني حاليا مو بدبي، لو بدبي كنت التقيت معها وصورت معها ولكن صار انه طلعت كذبتهم، فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات تقول بها انه انا بداخل دبي، قاعد اسوق سياره بنفس اليوم اللي صار بي اللايف. اليوم ماما جاي على دبي ولانه لازم اروح اجيبه من المطار وما عندي سياره. مش تتوقعون سبب يا حبايب كذبهم هذول الاشخاص؟ طبعا ماكو مشكله بينهم وبين نارين بيوتي، فيمكن خايفين انه جمهورها. عارفين اكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب شو رايكم بهذا الخبر وبكذب انس وبيسان على اساس نارين مو بدبي وهي بدبي. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على انس وبيسان، فانس وبيسان نزلوا على حساب بيسان بالتيك توك هذا المقطع اللي كان بملابس بيسان نوعا ما غريبه، ولو دخلنا بها على تعليق راح تشوفون انه كل التعليق دي يتهجمون عليها انه ليش فستانها قصير وانه حرام ولله حيعاقبكم من هذا الكلام. وطبعا بعض الاشخاص اللي يكشفون حقيقه انس الشايب انه هو مو رجال وجاي، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر هل يستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن شيرو وعيد ميلاده، في اليوم هو يوم عيد ميلاد شيرو، وكل عام بخير واقبال الف سنه يا رب. وطبعا تسني حبايبي انه تعيدوا. وطبعا شيرو نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات او شنارين بيوت عايده الستوريات الباقيه، فكان يقول بها انه حاليا مريض وبنفس الوقت يعتذر من المتابعين انه قاعد ينزل مقاطع باليوتيوب، ولكن يقول ان شاء الله بالايام الجايه راح يصير يلتزم بشكل اكبر. راح اعطيكم الستوريات تشوفوها. هاي يا جماعه صباح الخير، يعني ما في هيك حظ بالدنيا ابدا انه بيوم عيد ميلادي امراض وما احسنت انام غير ساعتين ساعه وضع كثير متأزم، بس الحمد لله يعني انا منيح ما تاكلوها. بس بدي اقول لكم ما توخصوني على التقصير وديروا بالكم على حالكم وحبكم كثير. بيس. وصلنا صارت المقطع من ما وصلكم يا حبايب، القناه شوي حاليا متضرره، فنتمنى نحط لايكات على مود نرجع تفاعل مثل ما كان. وبس جاكم فيزياء مخبي من القصص، شكرا لكم على كل شيء، مع السلامه.